هاي حبيبي. ها هو طريق المعاملتين التي يربط الامتداد الساحلي في كسروين من غزير إلى جونيه. مشاهد التقطتها عدسة سباتشوت في وضح النهار وتحت أعين الشمس توحي بأن الحياة طبيعية ونظامية على هذا الطريق الذي لم يكن يوماً هادئاً. لكن ليل هذا الخط لا يشبه أبداً نهاره، وما أدراكم ما يشهد عليه الرايح والجاي في ساعة الليل. لطالما كانت زواريب هذا المكان وتحديداً حي المعاملتين توثق أفظع مشاهد التفلت الأدبي والانحراف الأخلاقي، لكن ما يحصل في الأشهر والأيام الأخيرة يثبت أنه الملأ فلت، وأن شوارع المعاملتين باتت داراً ليس للسياح بل مخيماً للدعارة. عندك من مطرح ما مصورين يلي هي الكوبرا تقريباً نزلت المديوزة وشوي لقبلها بيتمشوا يعني اللي بيبيعوا الهواء، يعني ما بعرف مين عم بيجيبهم ولا بعرف كيف عم يجوا لهون، فجأة صاروا يجمعوا بهيدي الساحة. يعني عندك حوالي 29 وحدة صورناهم، في من ورا كمان من كل الجنسيات، حبشيات، أفريقيات، سورية، عراقية، متحولين جنسياً، شباب بيكونوا عاملين بنات، بنغلاتشية، أثيوبية، ما بعرف، يعني في كل الجنسيات من كل الألوان، بتشوفي أشقر، بتشوفي الأسمر، بتشوفي شعر أحمر مجع، يعني كل شيء مناظر مكرفة بتشوفيها بهذا الشارع بس. أوقات بيتخانقوا مع بعضهم، أوقات بيصير مشاكل بيصحوا سكين على بعضهم، فكل الشارع هيك، وكل الشارع بيتمشوا فيه بنات. بيتمشوا على طول الشارع، مش بس مطرح ما هم مصورين هونيك، اللي بيكونوا واقفين بيعلقوا ببعضهم، زبون مثلا اوقات بيتقبروا عليه، على الاكيد معهم سلاح، بصيروا يدفشوا بعضهم، بيسحبوا سكين على بعضهم، هيك بصير. واذا واحد اطلع فيهم صورهم بيصيروا يحجروا عليه. يعني ياما كنا نمرق مثلا نصور نحن شو عم بيصير تحت نقدر نعرضهم اونلاين، يبلشوا يحجروا علينا ويسبوا لنا. وعم ينزعوا صيت المنطقة لأنه صار وين ما كان بلبنان، عملتان حي الدعارة، جونية انتو عندكم الدعارة كذا، يعني كيف ما تحكي بيصيروا يهتوك انه انتو عندكم شارع لمعملتان. أسئلة عديدة نضعها أمام الرأي العام وفي متناول بلدية جونية، لماذا تترك هذه الظاهرة تتفاقم في هذا التوقيت بالذات؟ ومن ينفخ في نار الدعارة في لبنان؟ في قوة عم سيطر على المنطقة، ما عم يقدروا يحلوا قصة الدعارة الموجودة. صار في جروب فجأة صاروا ينحطوا بهيدي سبوت وبينوا وكتروا، يعني صاروا عم يكتروا، عم يتجمعوا فيها وعم يكتروا. من وين اجوا، كيف اجوا، مين جابهم، ما حدا بيعرف، هو ما كانوا قبل. أين الشرطة البلدية المولجة ضبط النظام على مرأى الناس والمارة؟ ألا تدري بما يحصل في زواريب حي المعاملتين؟ وألا تدرك أن هذه الظاهرة كفيلة بضرب الصورة الحضرية والسياحية لمدينة جونية؟ هذا الموضوع حبيبتي، هذا من اختصاص هو الامن الداخلي مش من اختصاص البلديه، بس البلديه قد ما عم تيجي شكاوى عم تاخذ بالانيشيتيف، كل ما بنلاقي حدا على الطريق عم بتروح الدوريه عم تضغط عم نجيبهم على المركز وعم نعمل فيهم محاضر. الدوله ما بتاخذهم، الامن العام بيستلمهم من وراء اختصاص السجون، بعدين انه القانون بقول بده يكون متلبس، بيطلعوا كلهم بلا اقامات. يا الدولة بدها تاخذ الانيشاتيف وتوقف على اجريها وتيجي وتلمهم كلهم، يا اما انه شو لي المفروض انه يعملوا حواجز بالليل، مش يتكلوا علينا نحن الحرس الشرطه البلديه يعملوا حواجز بالليل كرمال يكافحوا السرقات ويكافحوا الدنيا، لانه الدنيا صراحه في الثاني وخاصه بس يقطعوا الموتورات الكهرباء وهونيك الكوارث. إذن أين القوى الأمنية التي من واجبها تسيير دوريات وتطهير هذه المنطقة من كل هذه الموبقات وتحويلها إلى مخيم للدعارة ناشطاً ليلاً نهاراً؟ أليس غيابها المطلق بهذا الشكل تشريع لسوق الانحراف بمختلف أشكاله؟ حبيبي ضربت لبنان. والسؤال لكم أيها المشاهدون، هل صادفتم مثل هذه المشاهد أثناء مروركم على الخط البحري لجونية وغزير؟ شاركونا تعليقاتكم.